العلوم وبهجة الألبان، قلم البليغ وحبر كل كتاب، كلية حوت الفنون وفتحات، للعلم والإبداع أعظم باب. ارفع جبينك، ارفع جبينك، ارفع جبينك أنت في الآداب، ارفع جبينك أنت في الآداب. علماؤها سطعوا نجوما في السماء، لمعت إدارتها ازدهارا وارتقاء، علماؤها سطعوا نجوما في السماء، لمعت إدارتها ازدهارا وارتقاء، لحداثة تحيي تراث الأنبياء، هي قبلة الأنوار إن خفت الضياء، هي قبلة الأنوار، هي قبلة الأنوار. بسم الله الرحمن الرحيم. كان هذا نشيد كلية الآداب. السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم، الدكتور عارف الساعدي مدير عام دائرة الشؤون الثقافية المحترم، السادة الأكاديميون والباحثون والمهتمون من الجامعات الأجنبية والعربية والعراقية، وبخاصة ضيوفنا الكرام من جمهورية لبنان العزيزة، أسعد الله أوقاتكم جميعا. نلتقي وإياكم عبر منصة كلية الآداب الدولية، منصة كلية الإبداع والجمال في الجامعة المستنصرية. نرحب أجمل ترحيب بعلم من أعلام الفكر والمعرفة، الأستاذ الرائع المبدع فكرا وثقافة الدكتور محمد حسين الرفاعي، وهو عراقي مقيم في جمهورية لبنان، والذي يسعدنا في هذه الأمسية الجميلة بتقديم محاضرته الثقافية. إشكالية إسلامية المعرفة في الفكر العربي الحديث والمعاصر، أمسية فكرية ثقافية مميزة نتمناها لكم في منصتنا، منصة كلية الآداب. الآن اسمحوا لي أن أتلو عليكم السيرة العلمية والفكرية للأستاذ الدكتور محمد حسين الرفاعي. الأستاذ الدكتور محمد حسين الرفاعي باحث في السوسيولوجيا، علم الاجتماع، علم الاجتماع السياسي، وعلم اجتماع المعرفة، والأبستمولوجيا فلسفة العلم، وهو أيضا المدير التنفيذي ببيروت لمركز دراسات فلسفة الدين، مستشار علمي وأكاديمي في مركز دراسات فلسفة الدين، مدير تحرير مجلة قضايا إسلامية، حاصل على شهادة ليسانس علوم الكمبيوتر سنة 2007 وأحرز المرتبة الأولى على دفعته، حاصل على شهادة ليسانس علم الاجتماع عام 2012، حاصل على شهادة جدارة ماتريز في علم الاجتماع في علم الاجتماع وأحرز المرتبة الأولى على دفعته، حاصل على ماجستير علم الاجتماع عام 2015 وأحرز المرتبة الأولى على دفعته أيضا بمعدل لم يسبقه أحد في الجامعة في تخصصه، حاصل على دكتوراه العلوم الاجتماعية علم اجتماع المعرفة والأبستمولوجيا عام 2017 برتبة مشرف أي ممتاز، يشرف على سلسلة كتب في علم الاجتماع بعنوان
أبستمولوجيا السوسيولوجيا الصادرة عن مركز دراسات فلسفة الدين. يشرف على عمل اللجنة العلمية المقيمة للأبحاث في مجلة قضايا إسلامية معاصرة. للأستاذ الدكتور محمد حسين الرفاعي مؤلفات أكاديمية وعلمية أبرزها إشكالية التراث والحداثة في الفكر العربي المعاصر، إبستيمولوجيا السوسيولوجيا في استنهاض تساؤل العلم بالمجتمع والإنسان في المجتمعات العربية، مفهوم الأيديولوجيا، ما هو المفهوم، المعرفة والأيديولوجيا، المنهج في السوسيولوجيا وسوسيولوجيا المعرفة، الأنوار والتنوير، شذرات في بناء الإنسان والمجتمع، ونشر عشرات البحوث والدراسات والمقالات في علم المجتمع والإنسان، ويجيد العربية والإنجليزية والفارسية. سيرة علمية طيبة للباحث الكريم. الآن يسعدنا أن نستمع إلى كلمة رائد المنصة الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم عميد كلية الآداب بالجامعة المستنصرية، فليتفضل. تفضل دكتور. شكرا دكتور وسام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أيها الكرام، الضيوف الكرام، السيد مدير عام دائرة الشؤون الثقافية الدكتور عارف الساعدي المحترم، السادة الضيوف العرب المحترمون، الأخ الدكتور عبد الله البشير من السودان المحترم، الأساتذة الكرام من الجامعات العربية، من الجامعات العراقية، من لبنان الحبيبة، من الجامعة المستنصرية، أسعد الله مساءكم بكل محبة وسلام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في ضفاف منصة كلية الجمال، كلية الإبداع، كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، هذا الفضاء المعرفي الثقافي، هذا القلب الكبير الذي يجمع الجميع على المعرفة وعلى الثقافة. ونحن اليوم نستضيف مبدع من مبدعي العراق ومفكر واعد من مفكري العراق الدكتور محمد الرفاعي، اسم حقيقة حفر بصمته وترك أثراً بالثقافة، ويتحرك بخطى جيدة ورائعة ومميزة في الحقل الثقافي، الحقل الاجتماعي، الحقل الفلسفي، الحقل الفكري، هذه العقلية المتنورة، هذه العقلية الجميلة في الرؤى والأفكار. نستضيف اليوم بكل فخر، بكل سرور، بكل محبة في منصة كليته، كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، أهلا وسهلا ومرحبا به، تقديري ومحبتي واحترامي لقبوله الدعوة، تقديري ومحبتي واحترامي لكل الضيوف الكرام الذين شرفونا ونورونا بالحضور. أتمنى لكم وله وقتا علميا معرفيا جميلا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأدعو الدكتور محمد ليتفضل بتقديم محاضرته مع وافر المحبة والاحترام له ولكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للسيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم على كلمته القيمة وعلى رعايته للمنصة، والتي تسهم بلا شك في تنشيط البيئة الثقافية وتعزز من صور التلاقي والتبادل المعرفي بين مثقفينا في البلدان جميعها. أعزائي الحضور، ماذا نعني بإشكالية إسلامية المعرفة وكيف انبثقت؟ إشكالية إسلامية المعرفة لها وجود في التيار الفكري الإسلامي، ولكن ما تأثير هذه الإشكالية في التعرف على المفاهيم العلمية التي ترد إلينا من بلدان العلم؟ ولماذا تعد إسلامية المعرفة الإشكالية المركزية التي تتعرف على الواقع المجتمعي في بلداننا العربية؟ ما أهم العناصر والمكونات المعرفية والمجتمعية والتاريخية لهذه الإشكالية؟ هذه الأسئلة والإثارات سيجيب عنها الأستاذ الدكتور محمد حسين الرفاعي في محاضرته الفكرية المعرفية الثقافية إشكالية إسلامية المعرفة في
بالفكر العربي الحديث والمعاصر. فليتفضل. تفضل دكتور. مساء الخير وتحياتي للجميع، وأنا أشكر حقيقة الجامعة المستنصرية وكلية الآداب على هذه الاستضافة الكريمة. أشكر رئيس الجامعة، أشكر عميدنا الدكتور عبد الباقي العزيز، وأشكر حضرتك دكتور وسام على هذه الاستضافة الرائعة. أبدأ طبعا محاضرتي اليوم بالترحيب بكل الزملاء الأصدقاء الرفاق الأخوة والأخوات هنا. أتمنى أن تكون هذه محاضرة تستحق أن تسمع، وبنفس الوقت أتمنى أن تكون محاضرة سلسة وسهلة، لأن فيها بعض المفاهيم التي سوف أتوقف في شرحها، وسوف أتوقف في التعريف بها إذا كانت مفاهيم متخصصة. ومن جهة أخرى طبعا سوف أنزل اليوم بهذه المفاهيم إلى مستوى أن تكون متاحة لكل ضرب من ضروب تناولها، كان عاديا أو فكريا أو معرفيا أو علميا أو حتى أكاديميا. ما نتكلم عنه اليوم هو إشكالية إسلامية المعرفة. الإشكالية هذه هي في الحقيقة فكرة، وكل فكرة في تاريخ المعرفة العلمية والفلسفية هي في الحقيقة تخضع لضرب من ضروب التساؤل عنها من مختلف الحقول الفلسفية والعلمية. ومن أجل أنها فكرة فبالتالي لابد من أن نضطلع بالتساؤل عنها انطلاقا من علم متخصص بالأفكار. بمعنى آخر، نحن في الحقيقة نريد اليوم أن نتعرف إلى فكرة هي إشكالية إسلامية المعرفة، ومن جهة أخرى نحن نعي أننا نقع ضمن علم الأفكار. علم الأفكار في المعرفة الحديثة، حينما استخدم المعرفة الحديثة بالنسبة للحاضرين الذين لربما ليسوا متخصصين، يكونوا من رفاقنا وأصدقائنا وأخوتنا، حينما أقول المعرفة الحديثة أنا أقصد المعرفة ما بعد القرن الثامن عشر، المعرفة التي قامت وبزغت شمسها في ما بعد القرن الثامن عشر بعصر الحداثة وعصر التنوير والأنوار. طبعا اليوم لا أدخل بأي سرد تاريخي، وسوف لا أستخدم أي ضرب من ضروب التفكير التاريخية من أجل التعرف على هذه الإشكالية. سوف أستخدم فقط حقل الإبستيمولوجيا والسوسيولوجيا المعرفة. حقل الإبستيمولوجيا أعني به فلسفة المعرفة الحديثة، فلسفة المعرفة الحديثة أي فلسفة المعرفة الحديثة بالمجتمع والإنسان. ومن جهة أخرى سوسيولوجيا المعرفة أي علم اجتماع المعرفة الذي يبحث في العلاقة بين المعرفة وإنتاج المعرفة وإمكانات إنتاج المعرفة والمجتمع والصيرورة طبعا المجتمعية للمعرفة. عنوان المحاضرة هو إشكالية إسلامية المعرفة في الفكر العربي الحديث والمعاصر. هذه الإشكالية ضمن العنوان الفرعي سوف أتناول بنيتها، أي في بنيتها سوف أتساءل وفي صيرورتها. من جهة أخرى هذه هي محاضرة في تقديم إمكانات لبناء محطات التساؤل والتفكير والفهم الإبستيمولوجية التي من شأنها هذه الإشكالية. قبل أن أبدأ في أن أضطلع بهذا التساؤل الكبير والواسع والشاسع، سوف أقول عن ماذا أتكلم اليوم. اليوم سوف أتوقف عند محطات واضحة وصريحة، هي أربع محطات. المحطة الأولى هي البداهات المنطقية التي أنطلق منها في التساؤل عن هذه الإشكالية. المحطة الثانية عنوانها الموضوع الذي هو الأيديولوجيا، وهو كيف صار الأيديولوجيا وكيف حدث أن صارت هذه الإشكالية هي الأيديولوجيا، سوف نتعرف على ذلك. في المحطة الثالثة سوف أتوقف عند إشكالية إسلامية المعرفة بوصفها إشكالية أيديولوجية، وفي المحطة الرابعة والأخيرة سوف أقدم إشكالية إسلامية المعرفة
بوصفها عقبة معرفية في وجه التعرف إلى وممارسة المعرفة العلمية والفلسفية الحديثة. بالتالي نحن اليوم سوف نبدأ بالبداهات المنطقية. البداهات المنطقية طبعاً أنا سوف أفترض أن كل المفاهيم التي سوف أستخدمها اليوم سوف تكون واضحة للجميع. المفاهيم التي تكون مفاهيم علمية، ونحن نعرف أن المسائل العلمية والفلسفية الحديثة لا يمكن التكلم عنها من دون استخدام لغة المفاهيم الحديثة. لغة المفاهيم الحديثة معنى ذلك أنه ثم حقل فهم حديث له جملة النظريات والمناهج الحديثة التي تستخدم لغة هذه المفاهيم، لغة المفاهيم الحديثة في التعريف بالأشياء والتعرف إليها، ضمن طبعاً محطات كثيرة سوف أتكلم عنها بشكل مختصر وسريع إن شاء الله. البداهات المنطقية، المحطة الأولى التي سوف أنطلق منها، نحن في الحقيقة إبستيمولوجياً إذا أردنا أن نقوم بالتساؤل أو نستنهض تساؤل ضمن المعرفة هذه، لابد من أن نعرف تماماً أنه أولاً لدينا بداهات يجب بناءها. بداهات يجب بناءها بمعنى أن المعرفة التي تنتقل إلينا من بلدان العلم، بلدان الغرب، هي معرفة في الحقيقة ثمت بداهات فيها للقيام. هذه البداهات هي النتاج لصيرورة مجتمعية تاريخية بنيوية، أصبحت بنيوية، أصبحت بعد الحداثة، بعد عصر الأنوار، أصبحت بديهية. مثلا اليوم لا يسأل أحد في لا يتساءل اليوم أحد في مؤسسة العلم العالمية عن مفاهيم من قبيل مثلا هل المعرفة بشرية أو هي ليست بشرية، هل أن مصادر المعرفة ممكن أن تكون مصادر غير بشرية أو إلى آخره. ثم قطع إبستيمولوجي قد حدث. قطع إبستيمولوجي معناه أنه ثم قطع، أي فصل وانفصال بين معرفة كانت ومعرفة صارت. هذا القطع الإبستيمولوجي وضع، طبعا هذا القطع أيضا نتاج المجتمعات. نحن في السوسيولوجيا ليس لدينا أصلا شيء ليس نتاج المجتمعات، فبالتالي هذا القطع هو نتاج لهذه الصيرورة التاريخية. إبستيمولوجيا أي انطلاقا من الفلسفة بالعلوم الحديثة والمعرفة العلمية والفلسفية الحديثة، بالتالي لدينا البداهة الأولى. دكتور وسام، إذا ممكن الضيوف حضرتك يعني تستضيفهم، لأنه عم يشوشوا كثير على العرض اللي أمامه. البداهات التي لدينا، البداهة الأولى التي هي التعدد في الفهم. التعدد في الفهم معناه أن كل فهم إنما هو يقوم على ثنائيات المعرفة الحديثة. ثنائيات المعرفة الحديثة بعد أوغست كونت، بعد فرانسيس بيكون، وبعد رينا ديكارت وإيمانويل كانت، نحن في الحقيقة لدينا ثنائيات لإنتاج المعرفة. أي معرفة؟ المعرفة بموضوعات المجتمع والإنسان. بعد هذه الرباعية، أوغست كونت، رينا ديكارت، فرانسيس بيكون وإيمانويل كانت، ليس لدينا أي شيء في المعرفة البشرية، في المعرفة الإنسانية والمجتمعية، طبعا أكيد العلمية والفلسفية، إلا وهو يقوم على هذه الثنائيات المعرفية. ما هي هذه الثنائيات؟ إنها أولا ثنائية الذات والموضوع، وهذه ثنائية طبعا قد كشف عنها وكشفها رينيه ديكارت وهيجل، وثانيا ثنائية الفكرة والملاحظة بالنسبة لغير المتخصصين. هذه الثنائيات لا تقوم طبعا بالتأكيد في طرف من طرفيها، أو هي لا تقوم على طرف من طرفيها، بل هي دائما تقوم ضمن الديالكتيك الموجود بين الطرف الأول وبين والطرف الثاني. معنى ذلك حينما نقول الذات والموضوع، لا نستطيع أن نتساءل هل أن المعرفة ذاتية أو المعرفة موضوعية. هذه التساؤلات أصبحت كلاسيكية، وأصبحت التساؤلات لا يمكن أساساً الإجابة عنها بعد أن صارت المعرفة معرفة تنطلق من
الإنسان والمجتمع من حيث هو كذلك. من حيث هو كذلك يعني هو بتجرده عن كل شيء بواسطة تجريد فلسفي. نحن نفصل أو نعزل هذه الموضوعات عن بعضها حتى نفهم ماذا يحدث في حياتنا الحديثة. طيب الثنائية الأولى إذن هي ثنائية الذات والموضوع، والثنائية الثانية هي ثنائية الفكرة والملاحظة. بعد كارل بوبر وكتاب الشهير منطق الكشف العلمي، وطبعا نحن لدينا مشاكل بالتعريب والترجمة، والتعريب والترجمة أساسا هي إشكالية لدينا أصلا، وهي صالحة لكي تؤخذ برسائل ماستر وأطارح دكتوراه كثيرة، لأنه تم ترجمة هذا الكتاب بمنطق البحث العلمي وهي التعريب أو ترجمة غير دقيقة. بعد كارل بوبر لا توجد لدينا أي معرفة ولا يوجد لدينا أي بحث في المعرفة الحديثة من دون أن تقوم على الفكرة، يعني تنطلق من الفكرة التي للباحث. طبعا المتخصصين من الزملاء هنا من حقل الفلسفة أو السوسيولوجي يعرفون أنه أنا أتكلم عن عن الاستنباط، عن الديدكشن. بعد كارل بوبر نحن في الحقيقة، نحن البشر لا يمكن أن ننطلق إلا من الفكرة، وهذه الفكرة هي في الحقيقة لا توجد على شكل أو على صورتها البيور أو على صورتها الخالصة أو المحضة، هي دائما نتاج لصيرورة ما تدخل فيها كل ما لدينا من المصادر المعرفية، بدءا من الأفكار العلمية وغير العلمية والأفكار الفلسفية وغير الفلسفية القبلية، وصولا إلى التربية، وصولا إلى المجتمع، وصولا إلى موقعنا المجتمعي إلى آخره. والثنائية الثالثة هي ثنائية الفهم وحقل الفهم، التي طبعا كان مؤسسها الأساسي هو إيمانويل كانت، ومن ثم طبعا استمرت في ما بعد الحداثة مع جاك ديريدا، ميشيل فوكو، مع أيضا الإبستيمولوج المهم جدا في منطق أو عفوا بنية الثورات العلمية توماس كون. طبعا ينتج عن هذه الثنائيات الثلاثة، أي ثنائية الذات والموضوع، وثنائية الفكرة والملاحظة، وثنائية الفهم وحقل الفهم، ينتج عنها اتجاهات ومدارس وتوجهات أيديولوجية مختلفة ومتعددة ومتنوعة. حينما نقول اتجاه علمي أو فلسفي نحن نشير مباشرة إلى احتمالين. الاحتمال الأول الاتجاهات التي تنطلق من الاستقراء بوصفه منهجا، والاتجاهات التي أو عفوا الاتجاه الثاني الذي ينطلق من الاستنباط بوصفه منهجا. طبعا هذه الاتجاهات لديها مدارس مختلفة ضمن المعرفة الحديثة، هذه المدارس تتجلى بواسطة ممارستها لهذا المنهج، بواسطة ممارستها لهذه الثنائيات، وكيفية فهم كيفية تساؤل التفكير الفهم الذي من شأن هذه الثنائيات. طيب إذن بعد هذه الثنائيات التي تنتج لنا اتجاهات ومدارس وتوجهات، نحن في الحقيقة دائما وأبدا أمام التعدد في الفهم. هذا تكلل مع جان فرانسوا ليوتار مؤسس عصر ما بعد الحداثة، أو ضمن نظرياته فيما يتعلق بعصر ما بعد الحداثة. بعد جان فرانسوا ليوتار نحن في الحقيقة نحيا في عصر سقوط السرديات الكبرى، بعبارة كثير بسيطة واضحة، أي نحن نعيش أو نحيا في عصر انهيار الليبرالية، انهيار الماركسية، انهيار القومية، وانهيار الدينية. ماذا يعني ذلك؟ هل يعني ذلك أنه لا ثمة نظرية ليبرالية اليوم؟ لا، بالتأكيد لا. هل يعني أنه لا ثمة نظرية ماركسية، لا ثمة نظرية قومية، أو لا ثمة نظرية دينية؟ بالتأكيد لا يعني ذلك، لكن انهيار هذه السرديات الكبرى يعني أن وحدة المعرفة الفلسفية أو العلمية الحديثة هي في الحقيقة تحطمت وانتقلت إلى مستوى آخر كلياً، هو تعدد المعرفة العلمية والفلسفية الحديثة. البداهة الثانية وهي بداها قامت بعد عصر ما بعد الحداثة هي أنه لا ثمة حقيقة،
هناك حقيقة تبنى وتصنع وتخلق في كل مرة أو لا تكون. انطلاقا من هذه البداهة يمكن أن نتعرف بسهولة على أمرين. الأمر الأول، الإجابة من حيث هي إجابة هي دائما قبليا افتراض على هذا النحو أو ذاك. يعني كل مدرسة، كل اتجاه أو كل توجه أيديولوجي داخل المدارس العلمية والفلسفية هو في الحقيقة يقدم إجابة، لكن هو يعتبرها الإجابة. هو يقدم ضرب من ضروب بناء وصنع وخلق الحقيقة، لكن هو في الحقيقة يعتبرها الحقيقة. كيف وبواسطة ماذا يمكن التعرف على هذه الحقائق أو هذه الضروب المختلفة من فهم الحقيقة أو الأفهام المختلفة من فهم الحقيقة؟ سوف نأتي في ذلك فيما بعد. النقطة الثانية أو المسألة الثانية التي يمكن أن نستنتجها من أن لا ثمة حقيقة هي أن المعرفة حد المعرفة، لا يوجد في فيما بعد الحداثة لا يوجد لدينا معرفة تفهم بكل شيء، تعرف كل شيء، تسأل عن كل شيء، تفكر بكل شيء، تعي كل شيء، لا يوجد. لا يوجد في المعرفة الحديثة هذا الذي يعرف كل شيء، مهما كان ذاتا، كان بشرا، كان إنسانا، كانت مدرسة، كانت جهة، كانت جماعة، كانت مجتمعا أو أي شيء آخر. البداهة الثالثة وهي البداهة الأخطر التي سوف نخوض بها اليوم هي أنه لا ثم واقع، لا يوجد لدينا واقع في المعرفة الحديثة وما بعد الحديثة. ليس لدينا واقع، بل يمكن الظفر بفهم جديد في كل مرة عن الواقع. لماذا نقول ذلك؟ نقول ذلك بعد الفيلسوف المهم جدا الذي تأثر تأثرا كبيرا بأستاذه جاك دريدا ونظرية الاستحالة، وهو جان بوديريار. بعد جان بوديريار وأطروحة موت الواقع، نحن في الحقيقة، طبعا الحقيقة التي هنا أي هذه المرة، كائنات نفهم الواقع على نحو مختلف. يعني أنا أفهم الواقع شيء، وكل إنسان غيري يفهم الواقع على وبطريقته. فإذا لا ثمت وحدة واقع. وحدة الواقع هذه أي التي كانت الاتجاهات القديمة تتكلم عنها هي ضرب من الفهم الأيديولوجي، ولا يتوفر عليها في أغلب الأحيان إلا كوجهة نظر. ولكن المعرفة العلمية والفلسفية لا تقوم على وجهة نظر، هي تقوم على نظريات ومفاهيم وأبحاث ودراسات تمارس المحطات الموضوعية في بناء وإعادة بناء مسألتين: الأول موضوع العلم والفلسفة، والثاني منهج العلم والفلسفة. فإذن هي تمارس أولاً محطات موضوعية في بناء وإعادة بناء موضوع العلم والفلسفة، وثانياً هي تمارس محطات ميثودولوجية أي منهجية في بناء وإعادة بناء منهج العلم والفلسفة. البداهة الرابعة المتعلقة بانطلاقتنا هي بكل بساطة نحن أي أصلاً المجتمعات العربية ضرب من ضروب التعدد الثقافي في وحدة الثقافة العالمية. ثمت عالمية، نحن شكل من أشكال أو ضرب من ضروب أو احتمال من الاحتمالات أو إمكان من إمكانات الثقافة العالمية. يعني هذه العالمية نحن نتوفر على إمكاني أن نكون نمارس تعددنا فيها. هذه البداهات سوف تفتح أمامنا الباب لموضوعنا. الموضوع هو إسلامية المعرفة بوصفها فكرة. هذه الإسلامية، هذه المعرفة بوصفها فكرة، أو هذه الإشكالية بوصفها فكرة، نحن ننطلق في التعرف إليها من حقل السوسيولوجيا المعرفة والإبستيمولوجيا، المجتمع المعرفة أي هذا الذي يبحث في العلاقة بين المجتمع من جهة وبين المعرفة من جهة أخرى، والإبستيمولوجيا يعني ذاك الذي تلك الفلسفة التي تريد أن تتساءل
عن أولا تصنيف المعرفة، ثانيا تفكيك المعرفة، ثانيا ثالثا عفوا التعرف إليها. طيب، حتى تكون بالنسبة لي وبالنسبة لكم هذه المحاضرة أكثر سرعة، أنا حولت هذه المحاضرة إلى تساؤلات، تساؤلات تنطرح عندنا تتعلق بهذه الفكرة. أول تساؤل، أولا ما هي فكرة أسلمت وإسلامية المعرفة؟ المسألة الأولى في هذه الإشكالية يجب أن نميز، هي أنه يجب أن نميز بين المعرفة الإسلامية وأسلمت المعرفة. تتضمن المعرفة الإسلامية، كيف نميز؟ تتضمن المعرفة الإسلامية ضرب من ضروب ممارسة إنتاج المعرفة. يعني تأتي المعرفة الإسلامية تقول أنا أفهم الواقع المجتمعي هكذا بهذه التصورات والأفكار والقناعات التي لدي، وبنفس الوقت هي تفهم المفاهيم العلمية والفلسفية الحديثة ضمن هذه الأرضية الأبستيمولوجية التي لديها. ما هي عناصر هذه الأرضية وما هي مكوناتها واضحة. لدينا في المعرفة الإسلامية معرفة قائمة على النص الديني، معرفة قائمة على السيرة، معرفة قائمة على السنة، معرفة قائمة على كل الإمكانات التي يوفرها لها التراث الإسلامي. إذن المعرفة الإسلامية تتضمن ضرب من ضروب ممارسة إنتاج المعرفة، وهذا الضرب يقع كإمكان بين إمكانات أخرى. وطبعا جهة أخرى تتضمن عملية إسلامية المعرفة شيء آخر، تتضمن ضربا واحدا صريحا يريد أن يذهب إلى أن تكون معرفة ما هي المعرفة الأصلية لكل المعارف الممكنة، أي هذه المعرفة الأصلية التي تمكن كل المعارف الأخرى من أن تكون كذلك. تصنف مصدرة تقيس، تصنف أنت معرفة أنت مش معرفة. بالتالي حينما نقول أسلمت المعرفة نذهب إلى مستوى الفعل المعرفي أو فعل معرفي يقوم على فعالية معرفية وحقل معرفة ومؤسسة معرفة، وبالتالي مجتمع معرفة بعينه تضبطه جملة قواعد وضوابط تتحكم بإمكانات وعمليات إنتاج المعرفة. في الحقيقة حينما نقول أسلمت المعرفة، هذه العملية، هذه الصيرورة هي في ذاتها تتضمن ضرب من ضروب ممارسة السلطة على المعرفة. حينما نقول المعرفة الإسلامية نقول أن ثمت معرفة ما قد تطرح نفسها أو تضع نفسها في مواجهة ضمن الصراع المعرفي حول مفهوم الحقيقة وإمكانها، أي المعارف الأخرى والاتجاهات المعرفية الأخرى والمدارس المعرفية الأخرى والتوجهات الفكرية والأيديولوجية داخل المدارس المعرفية الأخرى. هذه المسألة الأولى التي يجب أن يتم تفكيكها من خلال طلاب الدراسات العليا في الماستر والدكتوراه المهتمين بهذه المسألة، وأنا أخذت على عاتقي أنه بهذه المحاضرة لا أقدم إجابات، أخذت على عاتقي أن بهذه المحاضرة أبني إشكالات وإشكاليات لكي تكون محاضرة مفيدة، سواء كان الشخص متخصص هنا أو لا لم يكن متخصصا مهتما فقط يستطيع أن يبدأ بطرح تساؤلات تمكنه من وعي جديد لهذه الإشكالية. طيب، لدينا كلام كثير أن إشكالية المعرفة إشكالية أيديولوجية وهي ليست معرفية. طبعا هذه مسألة بعد الصحوة الإسلامية، كثير من جيل آبائنا وأجدادنا يعرف أنه كان في صراع بين قضايا كبرى بدءا من عصر النهضة العربية
وهذه القضايا الكبرى المجتمعية كانت تتصارع فلسفيا في مفهوم ضمن مفهوم الحقيقة. من يقول أنه أو أنني أستطيع الوصول للحقيقة، وهي في المعنى المجتمعي كانت تريد أن تحتكر فهم الواقع المجتمعي. وفي كل مرة يقدم الواقع على نحو ما، يقدم الواقع والواقع العربي الإسلامي، الواقع العربي الماركسي، أو الواقع العربي الذي يجب أن يكون ماركسيا، الواقع العربي الليبرالي العلماني، لا حل من دون فصل الدولة عن الدين وإلى آخره من هذه الشعارات الأيديولوجية. وطبعا كل الشعارات تحجب الواقع وتحجب المفهوم بالتالي. هذا الكلام بالحقيقة هو يقع وغير من ضروب إمكان إنتاج الكلمة بوصفها ما نتوفر عليه من إمكان لفهم الحقيقة. هذا النوع بالتحديد يقع ضمن تصور ماركسي مغلق لمفهوم الأيديولوجيا بوعي أو من دون وعي من يقوله. قام ماركس بضرب من ضروب قلب مفهوم الأيديولوجيا. يعني هو على قوله يقول هيجل كان موقف الديالكتيك على رأسه، أنا وقفته على رجله. هو بالأيديولوجيا سوى العكس. مع دوستاد دي تريسي، نحن لدينا الأيديولوجيا معناه علم يبحث في الأفكار، في منظومتها، في صيرورتها، في بنيتها، في عناصرها، في علاقتها بالواقع، في علاقتها بالمجتمع، في علاقتها بالسياسة إلى آخره. لدرجة أن دوستاد دي تريسي أصلا أخذ من مسألة كثير غريبة عجيبة حتى يطبق عليها مفهوم الأيديولوجيا، وهي ممارسة الحب. الحب بوصفه أيديولوجيا. نحن اليوم إذا قلنا الحب بوصفه أيديولوجيا نفهم كأنه هذا النعت سلبي للحب. هو الرجل ما كان يقصد ذلك، هو كان يقصد الحب بوصفه فكرة، هذا الذي يجب أن يفهم بوصفه فكرة. كارل ماركس عمل العكس، وطبعا هذا العكس أتى من نابليون بونابارت. نابليون بونابارت كان عنده مشكلة مع دوستاد دي تريسي، يسميه الأيديولوجي، وكل من هو من جماعة تريسي كان بالنسبة له هو هؤلاء الأيديولوجيين أو الأيديولوجيون، وكان يتصور أنه حينما يقول ذلك يقول لهم أنهم نظريون لا علاقة لهم بالواقع. وطبعا هذا الفصل البائس بين الواقع والنظرية في مجتمعاتنا وفي بلداننا. ولا أحد طرح على نفسه التساؤل البسيط الآتي: لا ثم نظرية أصلا من دون واقع، ولا ثم واقع أصلا من دون نظرية. وهذا طبعا نقاش إبستيمولوجي طويل وعريض. طيب، إذن كلام هؤلاء ضمن مرة يقول المجتمع الإسلامي العربي، مرة يقول المجتمع العربي الذي يجب أن يكون ماركسي، مرة يقول المجتمع العربي الذي يجب أن يذهب لكي يكون علماني إلى آخره، هو في الحقيقة كلام يقع ضمن إمكان إنتاج الكلمة بوصفها أداة فهمنا للمعرفة والحقيقة ضمن تصور ماركسي مغلق لمفهوم الأيديولوجي أو لمفهوم الأيديولوجيا. طبعا أنا بنيت هذا المفهوم في الثلاثية الشهيرة. بالتالي لا ثمة معرفة من دون حضور الأيديولوجيا فيها على هذا النحو أو ذاك. لماذا نقول ذلك؟ لأنه أنا حاولت، وهذه المحاولة كانت رد صراحة على كارل ماركس في المعرفة العالمية، أنا حاولت أن أخلص المفهوم الأيديولوجيا من كارل ماركس، أخلص مفهوم الأيديولوجيا من الفهم الأيديولوجي له، يعني من الفهم المغلق له ببساطة. طيب، مقابل ماركس ماذا لدينا؟ لدينا أنه أساساً لا توجد معرفة من دون حضور الأيديولوجيا فيها بهذه الطريقة أو بتلك، بهذا النحو أو بذاك. وإننا حينما نقول أيديولوجيا داخل المعرفة نشير مباشرة إلى الأصول المجتمعية التي تسهم وتشارك وتحدد نمطاً بعينه من أنماط المعرفة في كل العصور وفي كل الأماكن وفي كل الأزمنة. كانت المعرفة ناتجة
عن أصول مجتمعية تمكن من أن تأتي هذه المعرفة إلى مستوى الظهور المجتمعي. بالتالي لا يوجد لدينا إمكان لإنتاج معرفة من دون وجود أصول مجتمعية ناتج عن هذه الصيرورة التاريخية المجتمعية والتي أصبحت فيما بعد بنيوية. إذن إذا أردنا أن نعيد التساؤل وفقا لما قيل إلى الآن، من جهتي مفهوم آخر، بدلا أن نستخدم الأيديولوجية نقول الفهم المغلق. الفهم المغلق كثير كثير بسيط، يعني أنا حينما أفهم شيء وليس لدي إمكان أو قناعة أو نزعة حتى نحو إعادة فهمي بشيء، أنا في الحقيقة واقع في فهم مغلق. وبعبارة أخرى أنا أقول أنني الفهم، وطبعا هذه من ناتجة عن الفهم الخاطئ لمفهوم الفردانية مع الأسف الشديد، لأننا أخذنا هذا المفهوم من نتائجه ولم نأخذ المفهوم بصيرورته. طيب الآن لدينا الفهم المغلق أو الفهم الذي يذهب نحو بناء هوية. اليوم الكلام الكثير الموجود أنه نحن نريد أن نعيد بناء الهوية. من يقول ذلك لا يعي ما يقول، هو يريد أن يقول أنه نحن نريد أن نبني الوطنية، بس شو بيعمل؟ هو يعمل العكس، يقول أنا أريد أبني سجن. يعني بالحقيقة لماذا أقول ذلك؟ لأن هو في الحقيقة الهوية ماذا تعني؟ الهوية تعني أنني أنا من حيث أنني أنا، هل أتي؟ وهذا المبدأ الشهير، مبدأ الهوية بالفلسفة منذ الفلسفة الإغريقية. يعني الحقيقة هذا الكلام كلام خطير. يعني الفهم المغلق يريد أن يقول لي أنك هذه الصورة فقط، ويجب أن تحافظ على هذه الصورة، ويجب أن تكون هذه الصورة، بل لا، أخطر من ذلك، يجب أن تكون صورة لماضي معين، كان لجماعتك، كان لمجتمعك، كان لأي شيء. وهو يقمع ويمارس تسلط خطير على أي ضرب من ضروب التحديث والتجديد والإنتاج. وطبعا هاي مسألة مرتبطة بعدم وجود المصنع في بلداننا، لذلك نحن نتصور أنه ثمت فكر من دون وجود اقتصاد. لا يوجد فكر من دون وجود اقتصاد، اقتصاد مستمر. طيب هذا الفهم المغلق هو في الحقيقة يريد أن يحجب إمكان الفهم، الفهم الذي يقوم على الهوية وبالتالي يجعل منا كائنات منفصلة عن العالم، ولا ليس منفصلة فقط، أساسا يضع حدا لعدم انفتاحنا على العالم. بالتالي حينما نتساءل بهذه الطريقة يمكننا أن نضع فرضيات تفسيرية دالة وفاهمة هي الآتية. أولا يجب أن نميز بين نفي وجود معرفة وبين إمكان المعرفة. ثم إمكان للمعرفة في أن تبنى انطلاقا من الإنسان، هذا إمكان بعد عصر الحداثة لا يوجد أحد يناقش فيه. بوصفنا نحن الكائنات اللي عايشين في المجتمعات العربية، شكل من أشكال ممارسة فكرة الإنسان الحديثة في عصر الإنسان العالمي. إننا بهذا المعنى في عصر الإنسان على الرغم من أنوفنا. وماذا فعل هذا الإنسان وماذا يريد أن يفعل أصلا ليس مهما، يريد أن يدافع عن الله أو يريد أن يدافع عن الإنسان أو يريد يدافع عن أي شيء، هذه كلها ضروب تعدد. لا يستطيع أحد اليوم أن يقول لك أنت يجب أن تكون هكذا فقط. طيب إذا نحن في عصر الإنسان على الرغم من أنوفنا، شئنا ذلك ما بيننا لا فرق، حينما نضع هذه البداهة في أعلى درجة من درجات سلم الفهم في ذات أنفسنا العميقة بوصفنا كائنات، ننطلق من ثقافة أو شكل من أشكال الثقافة عالميا، ننطلق إلى العالم، نحدد على نحو صريح أن لا ثمة إمكان
لمعرفة تضاف إلى حقل المعرفة العلمية الحديثة تنطلق من الدين، أي دين كان. يعني ببساطة كثير واضحة وبشكل كثير واضح، لا يوجد شيء اسمه المعرفة المسيحية في فهم الذرة، المعرفة المسيحية في فهم المجتمع، المعرفة افترضوا اليهودية في فهم ما بعرف شو، أي موضوع مهما كان توجد المعرفة العلمية والفلسفية، وهذا نتاج لصيرورة بشرية قائمة على هذا المشترك الإنساني والمجتمعي بين المجتمعات، الثقافات، الجماعات، الهويات، البشر. إذن لا يمكن إنتاج معرفة ما، أي شكل من أشكال المعرفة وممارستها، إلا بواسطة ثلاثية إدراك المعرفة، وأقصد المعرفة الحديثة، وفهم المعرفة، ووعي المعرفة. يعني في ثلاثية: إدراك أولاً، فهم ثانياً، وعي ثالثاً. أي أقصد بذلك تلقي المعرفة من الخارج، ومن بعده تفكيك هذه المعرفة إلى أجزاء مفهومة لنا، ومن ثم وضع هذه المعرفة في موقع معرفي يخصها، وليس تحريف وتزييف وفبركتها بما يتناسب مع إيديولوجياتنا. بعبارة أخرى، وضع هذه المعرفة بواسطة فهم علمي فلسفي حديث حاكم وضابط لها ضمن حقل فهم بعينه من حقول الفهم الموجودة عالميا في حقل الفلسفة والعلم. هلأ مرة تكون الفلسفة فلسفة مختلفة وفقا لموضوعها، بدءا من الإبستيمولوجيا، الميتافيزيكا، بوليتيكا، إثيكا إلى آخره، ومرة لا تكون فلسفة مختلفة بواسطة منهجها، المدرسة الأمبريقية، المدرسة الشيئية، المدرسة الفينومينولوجية إلى آخره. وهكذا حينما نقول معرفة إسلامية تتضمن أيديولوجيا إسلامية تريد أن تواجه كل ما سواها، نقول أشياء معرفية أخرى قد تكون خارج موضوع المعرفة الحديثة والموضوع الحديث المعرفة الحديث. وطبعا الموضوع الحديث هذه فكرة أتى بها إدغار موران بواسطة نظرية التعقيد. لا يوجد شيء بسيط في العالم الذي نعيشه. نظرية التعقيد التي دائما تقول أن الحداثة بذاتها تتوفر على إمكاني أن تتجدد بقدر ما موجود من بشر على الكرة الأرضية. طبعا ألان تورين مارس ذلك في حقل سوسيولوجيا السياسة. بهذا القول، أي بقولي أنه الأيديولوجيا الإسلامية نقع على هذا النحو أو ذاك خارج تاريخ المعرفة بوصفه ها هنا والآن. تاريخ المعرفة يعني الآن، أنا موجود الآن، أنا كائن تاريخي، وهذا مش يعني أنه أنا اختزل وجودي هون، لا، أنا كائن تاريخي معناه أنه عندي ماضي، عندي هذا الذي ها هنا والآن هو، وعندي هذا الذي سوف يأتي إلي أو أذهب إليه المستقبل. بهذا القول نقع خارج على هذا النحو أو ذاك، نقع خارج تاريخ المعرفة بوصفه ها هنا والآن، قد صار صناعة وخلقا وإنتاجا. طبعا هذه نحن نعرف أنه لمجرد أن تكون المعرفة إنسانية أي بشرية، أي هذا الذي يصنع هذه المعرفة هو الإنسان، بالتالي المعرفة تنتج وتصنع وتخلق. لا يوجد شيء اسمه معرفة جاهزة، لا يوجد، لا يوجد شيء اسمه موضوع جاهز يجب أن نلتقي به في الخارج. ثمة مكونات أساسية هي، سوف أستعجل لأن الوقت بدأ يداهم، ثمة بالتالي مكونات أساسية هي على أقل تقدير ثلاثة في المعرفة، أي معرفة مهما كانت: المكون الأيديولوجي، والمكون الإبستيمولوجي، والمكون السوسيولوجي. تقع كل المكونات الأخرى التي يمكن أن تضاف إلى شكل من أشكال ممارسة
المكونات الثلاثة هذه ضمن هذه المكونات الثلاثة. طيب على ذلك لا ثم بعد ايديولوجي في المعرفة، بل إنه مكون أساسي في المعرفة. هذا الكلام كثير مختلف عن أن نقول أن هذه المعرفة أيديولوجية أو تلك معرفة أيديولوجية. أنا دائما أقول عن معرفتي أنه مش أيديولوجية، دائما أنا بوصفي صانع المعرفة، دائما الآخر أيديولوجي. لا يوجد عالم أو باحث يمارس العلم والفلسفة الحديثة يقول أنا أيديولوجي، إلا الابستيمولوجيست. الابستيمولوجيست يقع في موقع يجد هذا الصراع، أول ما يفعله يكشف عن توجهه النظري، توجهه الفكري، توجهها حتى السياسي. أول بدء أي محاضرة إبستيمولوجية هي يقف الإبستيمولوجيست يقول أنا افترضوا ماركسي، أنا ليبرالي، أنا ما بعرف شو، حتى لا يصبح النقاش داخل هذه المحاضرة أو أي كان مهما كانت عفوا ندوة أو محاضرة أو مؤتمر، لا يصبح نقاشا أيديولوجيا شخصيا إلى آخره، يصبح لا نقاش إبستيمولوجي علمي. إذن المكون الأيديولوجي هو مكون أساسي في المعرفة، لكن هذه ليست دعوة، هذا الكلام الذي أقوله ليست دعوة للسقوط المدوي للمعرفة داخل التصور الماركسي لمفهوم الأيديولوجيا، التصور الذي تكلمت عنه الفهم المغلق بوصفه تصورنا أيديولوجيا، وهذا ضمن حق لغة ماركس نفسه الأيديولوجيا. وفي عبارة صارمة ومباشرة، الفهم الأيديولوجي الأكثر بعدا، الفهم الأيديولوجي الأكثر بعدا عن المفهوم، إنما هو أتى إلينا، انتقل إلى مستوى وحدة الفهم بواسطة ماركس نفسه. ماركس نفسه مارس هذا الضرب من التحريف، وأدبيات ماركسية لم تستطع أن تصل للمفهوم العلمي، أي وحدة المفهوم وتعدد المفهوم وصيرورة المفهوم، بالتالي حق للفهم الخاص الذي من شأن المفهوم بوصفه موضوعا فلسفيا علميا حديثا. وقد يكون هذا المفهوم لماذا ساد وشاع وطغى على كل الأفهام الأخرى للمفهوم، قد يكون ذلك مرتبط بصعود الشيوعية والسلطة الشيوعية بعامة. لأنه إذا أنت بحثت في مفهوم الأيديولوجيا في أصله صيرورته ومن ثم تعدد التوجهات والاتجاهات والمدارس، أساسا لا يمكن أن تنحصر أو تحشر حالك ضمن هذه الحدود اللي رسمها كارل ماركس. طيب الآن ماذا لدينا بعد هذا الكلام؟ يوجد كلام كثير دائما عند الإسلاميين وعند كل من ينطلق في معرفة العالم الوجود والمجتمع والإنسان من الأرضية الأبستيمولوجية التي يضعها الدين له. هذا الذي يوجد شو هو أو ما هو؟ هو الكلام الدائم عن تحيز غربي للمعرفة، هيمنة للمعرفة الغربية، الفكر والثقافة الغربية في بلاد المسلمين، الهجوم الغربي وإلى آخره، الحروب الباردة وإلى آخره التي يمارسها الغرب علينا، وكأن الغرب ما عنده شغلة وعمله بس ماسكنا دائما 24 ساعة موضوع عملي. هذا الكلام في الحقيقة يبدو أن مشروع أسلمة المعرفة وقع في يعني ضرب من التحيز، مماثل لنفس الكلام، يعني هو وقع ضمن تصور أيديولوجي بمفهوم ماركس لمواجهة المعرفة الآتية إلينا من الغرب، هو نفسه مارس نفس ذلك. كيف؟ بواسطة أسلمة هذه العلوم، يقول لك كل ما تريد أن تفهمه يوجد في النص الديني. هذا الكلام ناتج عن معرفة دينية، المعرفة الدينية لها حقلها الخاص، يعني لها موضوعها، منهجها، منطق فهمها الخاص، ماهيتها الخاصة إلى آخره. المعرفة العلمية والفلسفية الحديثة لا علاقة لها بذلك. المعرفة الفلسفية والعلمية الحديثة تأخذ الدين ضمن تساؤل بسيط كثير واضح، ما هو هذا الذي يسمى دينا في الوظيفة المجتمعية التي له في الواقع المجتمعي؟ طيب كيف يمكن تفكيك هذا الكلام؟ كيف يمكن أنه مشروع أسلمة المعرفة وقع في تحيز مماثل أيضا
وربما أكثر حدة عندما دعا إلى وضع كل المعرفة الإنسانية الهائلة في سلة واحدة. كل هذا التعدد، كل هذا الاختلاف، كل هذا التنوع حط في سلة واحدة أو في حقل واحد هو الإسلام. كيف يمكن تفكيك ذلك؟ في الحقيقة ثم التصور أو ثم تصور للعالم والوجود في العالم يحتجب بواسطة هذا النوع من الكلام، وإنه تقسيم العالم إلى ثنائيات منهكة ومستهلكة من قدر الاستخدام أو من شدة الاستخدام، لم تعد تقدم إمكاناً لفهم العالم. ثنائيات من نوع شرق غرب، مفاهيمنا ومفاهيمهم، لغتنا ولغتهم، علمنا وعلمهم، فلسفتنا وفلسفتهم، اقتصادنا واقتصادهم، وإلى آخره. من هذه الثنائيات التي لا يمكن أن تحصى، طبعا لماذا لا يمكن أن تحصى؟ لأنه في كل مرة أنت عندك مفهوم جديد يضاف لها، كل مرة يجينا مفهوم جديد من مؤسسة العلم العالمية يوجد من هو يضع مفهوما جديدا في مواجهة هذا المفهوم. لكن التساؤل الأساسي في هذا النوع من تقسيم العالم وتصنيفه ضمن معلبات فكرية مفهومية جاهزة إنما هو سحب المعرفة إلى مستوى التساؤل عن ماهيتها بوصفنا كائنات لا نتوفر على إمكانات أن نكون خارج العالمية. أنت إذا اليوم كنت خارج العالمية بسهولة يأتي رد عليك، تكون دولة مارقة، تكون إنسان منعزل، تكون مجتمع ما لك علاقة بالعالم. أنت اليوم حينما تقول الانفتاح، شئت أم أبيت، وعيت لذلك أم لم تعي، أنت في حقل العالمية، يعني أنت منفتح من جذرك، منفتح على أن تدخل ضمن بناء وإعادة بناء ذاتك بواسطة الآخر. لأنه أساساً نحن بعد ما بعد الحداثة الذات هي نفسها علاقة. يعني ما هي الذات؟ علاقة. طيب، وها هنا علينا أن نميز بين العالمية التي تخصنا والعالمية في المعنى العالمي. حاج حمد يريد العالمية الإسلامية، هذه العالمية التي تخصنا. طبعا أنا كثير من مصادر ما ذكرتها لأنها موجودة بالهوامش، وأنا مقدم محاضرة مش بحث، البحث إن شاء الله يصلكم. لكن العالمية التي تخصنا مثلا العالمية الإسلامية الأولى لحاج حمد، العالمية الإسلامية الثانية، وبنفس الوقت التمييز بين العالمية هذه التي تخصنا والعالمية في المعنى العالمي الذي يتضمن معنى الكوزموبوليتانية الكونية والمفهوم العلمي والفلسفي القائم على المشترك الإنساني والمجتمعي. حينما ننطلق من بداهات المعرفة الحديثة التي قيلت في الوقت الذي نفهم بداهة، حينما ننطلق من بداهات المعرفة الحديثة في الوقت الذي نفهم بداهة أن الحداثة مؤجلة إلى التتمة دائما وأبدا ويستحيل أن تنتهي ما دام أنه ثم إنسان قادر على أن يقدم فهما ما جديدا خارج إطار الأوهام التي تتعلق بالإنغلاق وخلق جماعة والتخشب ضمن هوية ثقافة ما مهما كانت، نكون أمام تساؤل جذري يقوده فكر جذري يتضمن الآتي: تقوم المعرفة على التعدد في الفهم بوصفنا كائنات ثقافية تتعدد تتنوع وتختلف دائما، إن فعل التعدد والاختلاف والتنوع هذا إنما هو فعل العقل الحديث. هذا هو العقل الحديث. العقل الحديث أوله اختلاف آخره اختلاف. حينما نذهب إلى أو نأتي من تفكيك المعرفة إننا في الحقيقة نقول خلق المعرفة وصنعها أو صنعها وخلقها وبناءها. هكذا تأخذ كوجيتو أو كوجيتو رنة ديكارت ووضع مشكلة الاستقراء الشهيرة بواسطة بيكون، فرانسيس بيكون وكارل بوبر بالتأكيد وإيمانويل كانت
موقعا في إنتاج المعرفة يبلغ مستوى بناء المحطات المنهجية في بناء الموضوع، موضوع المعرفة العلمية والفلسفية الحديثة. وهكذا علينا أن نفهم أننا في عصر يتم تحديده بواسطة الإنسان، وتلك الإمكانية الهائلة في أننا لم نقع في الحقيقة وعليها إلا حينما تكون الحقيقة في كل مرة جزءا من الحقيقة. هكذا قام عصر الحداثة على رؤية جديدة بواسطة ثلاثية فولتير ديكارت إيمانويل كانت، وقدم لنا فولتير نموذجا مثالا عميقا في تجاوز الأحاديات إلى مستوى التعدد، رسالة في التسامح. على صعيد بنية الثقافة في الحداثة أخذنا ديكارت من جهة أخرى أو ديكارت إلى مستوى بناء الذات بوصفها إمكانات قيام المعرفة في العقل البشري وعلى العقل البشري وانطلاقا منه فحسب. إننا من العقل البشري بالتالي وإليه، أنا أتكلم ضمن المعرفة العلمية والفلسفية، لا أتكلم ضمن المعرفة الدينية. للمعرفة الدينية متخصصها أو متخصصوها يتكلمون فيها، أنا هنا أتكلم عن الحداثة التي تقول أنه كل شيء ينطلق من العقل البشري وكل شيء ينتهي بالعقل البشري، لا يوجد شيء آخر نذهب إليه. طيب، أي في وبواسطة فعل عقلي وعقلاني يقع فيما بعد بناء الذاتية في الدرجة الأولى من مستوى الإعلان عن المعرفة بوصفها خلقا، أي من جهة كونها أخذت تصبح فعلا ممكنا قائما على إمكانات خلق خارج حقل الدين، ثورة الكوبرنيكية أو الكوبرنيكوسية. كما وضعنا إيمانويل كانت في البؤرة الأكثر توترا للعقل، تلك التي يجد العقل نفسه فيها وحده ويجب أن ينقذ نفسه لوحده، ولا ثمة إنقاذ إلا بعد الشعور العميق بالخطر. هذا الخطر من أين يأتي؟ هذا الخطر يأتي أنه آني إذا عندي فهم مغلق، آني هذه مش آني كمحمد حسين، لا، ممكن تكون آني الجماعة، ممكن تكون آني الهوية، ممكن تكون آني المجتمع، ممكن آني تكون البلد، ممكن تكون الدول، ممكن تكون دولة، ممكن تكون مجموعة من الدولة. هذا الخطر حينما أقول أنني لدي الفهم، أشير أنني لدي الفهم المغلق الذي لا إمكانية فيه، وهو لا يمكن للانفتاح على العالم. إننا بواسطة هذه الأفكار التي تقوم طبعا على الفهم المغلق في عصر خطر في المعنى الأخص لهذه الكلمة. حينما نواجه هذا النوع من التصورات والافتراضات والأفكار التي تتعلق ببناء موضوع المعرفة بواسطة النص أو الحديث أو السنة أو التراث، طبعا مختزلا في التراث، لا يأتي إلينا كما هو يقدم نفسه، مختزلا فيه، وهذا الاختزال واضح، أو التراث بوصفه قد جمد في طريق رؤية سلطة ما له، في طريقة رؤية سلطة ما لهذا التراث، أي سلطة مهما كانت، ناهيك عن أننا نمارس قلة لياقة تجاه العقل العالمي، في الحقيقة نحن نضع أنفسنا خارج إطار العقل، يعني نحن نقدم للآخر مهما كان، نقدم لأنفسنا بوصفنا لا شيء، كائنات بيولوجية ليس لديها أي إمكان لكي تضطلع بمساهمة في العالمية ضمن بنية الثقافة العالمية أو ضمن بنية الاقتصاد العالمي أو ضمن بنية السياسة العالمية. في الحقيقة نحن بواسطة هذا النوع من الكلام، وطبعا إشكالية إسلامية المعرفة على رأس هذا الكلام طبعا،
هذا الكلام الذي يغلق مجتمعاتنا. نمارس أولا قلة لياقة تجاه العقل العالمي، ثانيا نضع أنفسنا خارج إطار العقل، لا أقصد العقل الحديث بل العقل بعامة. يعني نحن نجي نقول للعالم إحنا ما عندنا شيء، إحنا عندنا ناس وأي شيء أنتوا تنتجون نروح للنص هذا نجيب منه ونؤسس اللي أنتوا أنتجتوه على هذا النص، ويسميها التأصيل. وطبعا تصرف عليها آلاف بل مئات بل يمكن ملايين الدولارات على هذه المسألة. لماذا أقول ذلك؟ لأن الوظيفة الأساسية للعقل، العقل بالمعنى الحديث، أي إنتاج الإدراك والفهم والوعي، يتم توجيهها نحو موضوع ليس من صناعة العقل البشري، وهكذا نسقط في بئر مظلم تريد مؤسسة الدين. الدين كما تراه مؤسس، طبعا لا أقصد مؤسسة دينية بعينها، أقصد الدين من حيث هو مؤسسة تاريخية، يتم توجيهها نحو موضوع ليس من صناعة العقل البشري، وهكذا نسقط في بئر مظلم تريد مؤسسة الدين. الدين كما تراه مؤسسة قد صارت وقامت وفقا لعقل بشري، في النهاية أن يبقى الدين محتجبا عن الفهم. إن ذلك لهو أمر يقع في صلب مهام المفكرين والباحثين. طيب، هذا من جهة. من جهة أخرى، ما الإمكانات التي لدينا؟ طبعا هذا أنا راح أتجاوزها لأنه تأخرت كثيرا في هذه المحاضرة، كان على أساس ساعة مش أكثر. ما الإمكانات التي لدينا؟ نحن لدينا مفكر حقيقة إسلامي في غاية الأهمية، وأنا مندهش أنه هذا المفكر يعني لم يتم فحصه إبستيمولوجيا، فحص تفكيره إبستيمولوجيا أو فكرة إبستيمولوجيا حتى نفهمه، يعني خارج المعرفة الدينية خلينا نفهمه في المعرفة العلمية والفلسفية إبستيمولوجيا، وهو محمد باقر الصدر. محمد باقر الصدر عنده يعني بقضية أو بمسألة إسلامية المعرفة عنده كلام في غاية الأهمية، وأنا مستغرب استغراب كبير من أن طلاب المؤسسات الدينية والطلاب اللي يعني مطلعين بهذا التساؤل الذي من شأن المعرفة الدينية ما يخبرون عنه. محمد باقر الصدر أول مفكر إسلامي بشكل صريح قال يجب التمييز بين المذهب والعلم، وهو يقول بلغة يعني حديثة، يقول أنه يجب التمييز بين العلم من حيث هو علم وبين الاتجاه والمدرسة والتوجه. يقول أنه أكو علم، أكيد أكو علم. هل يوجد علم؟ نعم يوجد علم. هل أنا بوصفي مفكر إسلامي، هو يسأل نفسه، هل أنا بوصفي مفكر إسلامي قادر على بناء مدرسة إسلامية في علم الاقتصاد؟ نعم، يسميه المذهب الاقتصادي، يسميه المذهب الإسلامي في الاقتصاد. وهذا طبعا أنا نصا راح أقرأ لأنه مهم للغاية. توجد محاولة فكرية واحدة فقط إسلامية في الفكر الإسلامي، هي أخذت على عاتقها، طبعا هذا الكلام بعد أنه تكلمنا عن المفكرين الإسلاميين اللي ما في وقت هلا أتكلم عنه. توجد محاولة فكرية واحدة في الفكر الإسلامي أخذت على عاتقها إعادة موضوع العلم للعلم، وإعادة منهج العلم للعلم، وإعادة حتى موضوع الدين إلى الدين ومنهج الدين إلى الدين. هي محاولة محمد باقر الصدر في 3 كتب للمهتمين: المدرسة القرآنية، الإسلام يقود الحياة، أي المدرسة الإسلامية، وبالتالي بالتأكيد أقصد المحاضرة المتعلقة بالمذهب الإسلامي في الاقتصاد واقتصادنا، بهاي 3 كتب. طيب، وهي محاولة محمد باقر الصدر في التمييز الصريح بين المذهب والعلم. حينما يحاول الصدر إعادة بناء التساؤل الخاص بعلم الاقتصاد، يسميه تنظيم المجتمع والشؤون الاقتصادية في المجتمع وفقا لمبدأ العدالة، هذا بكل المجتمعات موجود، لا بالإسلامي ولا بالغربي، كلها
تبحث عن تنظيم الشؤون الاقتصادية وفقا لمبدأ العدالة والمساواة طوال. حينما يحاول الصدر إعادة بناء التساوي الخاص بعلم الاقتصاد ويميز عن التساوي الخاص بالمذهب الاقتصادي، شوف الفرق الكبير والمهم، ويدعو إلى التمييز بين المذهب والعلم، وحينما يذهب إلى أن المذهب في العلم بلغة الحديثة المدرسة في العلم شأنه شأن المذاهب الأخرى في العلم، يعني كل مدرسة علمية لها توجهها، لها موضوعها، لها منهجها، لها إمكانات في ممارسة تصوراتها أفكارها إلى آخره، هو ينظم الحياة المجتمعية، وحينما يرسم الخط الفاصل بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي في علم الاقتصاد وفي علم المجتمع، وإنه حينما يضع أسساً لمذهب جديد في علم الاقتصاد بتوضيح العناصر والمكونات النظرية في المذاهب الأخرى الماركسية الرأسمالية الاشتراكية باقتصادنا، وحينما يضع الدين جانبا ويميز بين مهمة الدين ومهمة العلم، ومتى يكشف أو حينما يكشف هذا التمييز الصراع بين المذاهب الاقتصادية الأخرى في العلم ومحاولة إيجاد بديل إسلامي. محمد باقر الصدر يقول أننا لدينا مذهب إسلامي في الاقتصاد، ما عندنا علم اقتصاد. متى يصير عندنا علم اقتصاد؟ هذا النوع من الوعي، وعي إبستيمولوجي. وأنا أستطيع أن أقول لا أحد لحد الآن كشف أن محمد باقر الصدر هو إبستيمولوج. يقول متى يقوم علم الاقتصاد لدينا؟ حينما يكون لدينا واقع إسلامي كلياً. هذا الكلام نفس كلام فلاسفة اللغة. فلاسفة اللغة يعني أوغست كونت أصلاً لماذا بنى وأسس السوسيولوجيا؟ ليوجد واقع مجتمعي يحتاج إلى تنظيم. هذا الواقع كانت في الثورة الفرنسية، في كان في هذا الواقع توجد حركتان، حركة أولى ذاهبة للتهديم والتخريب، حركة ثانية أسس أوغست كونت وصار السوسيولوجيا علم عالمي. بهذه محمد باقر الصدر في الحقيقة مارس الآتي: الفصل بين المعرفة العلمية الحديثة وبين الدين والمعرفة الدينية، وعي المدارس الاقتصادية المختلفة داخل علم الاقتصاد، ومحاولة تفكيك العناصر النظرية والمنهجية فيها من أجل تفكيك الصراع العلمي حتى يفهم الصراع العلمي وين شو عم بيصير. ثالثا، الانطلاق من الواقع المجتمعي العربي الإسلامي، الواقع الذي يبنيه الدين في بناء مذهب اقتصادي يخص المجتمعات الإسلامية العربية. طيب، هل بهذا المعنى يوجد لدينا علم اقتصاد إسلامي؟ جماعة أو مجاميع أو مجموعات إسلامية المعرفة دائما يخبرونا بفلسفة إسلامية، مرة علم اجتماع إسلامي، مرة علم اقتصاد إسلامي، مرة علم سياسة إسلامية، والآن صار لديهم نظرية في الدولة الإسلامية. هذا النوع من الكلام ينتمي كله إلى ما قيل في هذه المحاضرة. أشكر إصغائكم، وأنا آسف جدا على الإطالة حقيقة، لكنه نسيت الوقت. لا بالعكس، أهلا وسهلا دكتور. شكرا جزيلا شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور محمد حسين الرفاعي لمحاضرته الرائعة والقيمة التي تحدث فيها عن أسلمة المعرفة ونتائجها، وهي إشكالية تستند إلى ثنائية التراث والحداثة، وهما ما بين الفهم المنفتح والفهم المغلق. كذلك تعرض الأستاذ الدكتور محمد حسين الرفاعي إلى سيد محمد باقر الصدر ومؤلفاته ورؤيته إلى المعرفة وتمييزه بين الدين والعلم ومحاولة إيجاد بديل اقتصادي إسلامي. أجدد تقديم وافر الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد حسين الرفاعي لتقديمه هذه المحاضرة القيمة والرائعة. الآن نفتح باب الأسئلة والملحوظات من الحضور الكريم، نستقبل أسئلتكم وملحوظاتكم القيمة إن شاء الله. الأستاذ عقيل حسين، الأستاذ
دكتور عقيل حسين. الدكتور عقيل حسين عذرا الاسم المعرف ما موجود عليه ان شاء الله. الدكتور عقيل حسين تفضل دكتور. هل الصوت واضح؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، في البدء شكرا للقائمين على هذا المحفل العلمي الرائع لكلية الآداب عمادة وأساتذة وحضورا ومشرفين، وكل التحية والترحيب بالأخ العزيز والصديق الوفي الأستاذ دكتور محمد حسين الرفاعي على هذه السياحة الفكرية المعمقة والجميلة، وكما عهدته ماسكا بأطراف الموضوع، محللا لثناياه، غائصا في غياهبه، محاولا استفزاز الفاهمة من أجل إيصال بعد تأويلي وتفكيري جديد لماهية السؤال المطروح. وطبيعة الحال المحاضرة دقيقة وعميقة وفيها الكثير من الأمور التي لا بد أن نقف عندها، ولكن الاختصار أنه المواضيع التي طرحت هي مواضيع استفزازية فلسفيا، وكوننا نتعاطى الفلسفة ونتعاطرها وبالتالي هي من صميم الاهتمامات. أنا أعتقد بأن منطلق الأبستيمولوجيا كما أعرفه هايدغر في الكينونة والزمان كان وفقا للأثر الفهم الديكارتي بها على الفاهمة الفلسفية، والتي صبغت منذ تأملات ديكارت وحتى يوم هايدغر. أي يمكننا أن نتأتى على السؤال الملح والمفروض علينا، من أنا؟ يلح علينا هذا السؤال في كل مرة نتجلى فيها لأنفسنا أمام هذا الشخص الذي نعبر عنه في أفق العالم. أنا وليس غيري، أو أنا المعبرة عن امتلاكي للأشياء، أنا طفولتي، أنا التي ترافقني غرور المتلثم وما شاكل ذلك. لأن هايدغر يرى بأن الانعطاف التي حدثت والتأثير الذي جاء به ديكارت على الفاهمة الفلسفية أنه قدم الأبستيمولوجيا على الأنطولوجيا، وهذا ما حدا بعزل الإنسان وجعله شيئا منفصلا، أي الذاتي أو الذاتي والموضوع كما تفضل الدكتور في البراهين المنطقية، أي الثنائيات. يعتقد هايدغر، وأنا أتفق معه كثيرا، على أن هذه الثنائية جعلت من الإنسان شيئا في هذا العالم، وهذا التشيء للإنسان هو الذي أبعده عن واقعيته وواقعانيته كما يقول هايدغر. نحن لسنا كالأشياء في هذا العالم، نحن وجودات والباقي كلها كينونات، وبالتالي يتمخض الوجود هذا الإنسان في هذا العالم نمطا من الاستعمالية والموضوعية والزمانية أو التاريخانية التي قال فيها هايدغر. وبالتالي أن ثنائية الذات والموضوع أو الفكرة والملاحظة لا يمكن أن تتأتى وفق البعد التأويلي الذي قدمه هايدغر وحتى بوبر وغيره. السؤال الذي ما معنى الفكرة، هذه الفكرة التي تحدثت عنها الدكتور، أكيد أنا أتفق معه في حقل اختصاصه وهو جهبذ في هذا المجال، وأنا كل ما قاله هو ينبع من إبداعية وإحاطية واسعة بالموضوع، لكننا ندخل من الفلسفة على باب الأبستيمولوجيا والفكرة وعلم الاجتماع وعلم النفس، ونقدم باعتبارها الأم الرؤومة التي تقدم لكل هذه العلوم والأفكار. ما معنى أن نفكر؟ وهذا السؤال الذي حدا بهايدغر أن يؤلف كتابه What is called thinking is أنشراحي thinking، يعني ما معنى أن نفكر أو ما هي التفكير؟ هذا من أعقد الأسئلة التي أفرغ للأسف منها عند عديد من الفلاسفة وكأنها شيء مفروغ منه، لكن ما معنى أن نفهم؟ ما معنى أن نفكر؟ تحدث الدكتور عن انهيارات الكبرى، هذه الانهيارات جاءت كما تفضل البعد الأيديولوجي فيها، لا حقيقة ولا واقع. هايدغر يقول، وهذه المشكلة، أن منذ أفلاطون وكهوفه انتقلت فكرة الحقيقة إلى ما يسمى المصداقية أو المطابقية، لأن الحقيقة في الواقع هي نمط من الانكشاف الذي يسميها هايدغر أليثيا. That's why يعني the existence of man in the world is totally different from the philosophical thinking، يعني ماهية وجود الإنسان في هذا العالم يختلف عن ما قدمه الفلاسفة، وبالتالي لا يمكننا ككائنات أن نكون كالحجر. يقول هايدغر العلم لا يفكر، وهذه واحدة من أهم النقاط التي أثير ضد هايدغر. ما معنى أن لا يفكر العلم؟ يقول لا يمكن للفيزياء أن تقول ما معنى الفيزياء، يمكنها أن تولد أمورا عامة تكشف عن الكريستال أو الحجر في المختبر. نحن لسنا كالأحجار يمكن أن نعطى عمق وطول وصفات، نحن نعيش في هذا العالم وفق استعمالية محددة. الدكتور أكد على نقطة أساسية وهي مهمة، على أن هذه الأيديولوجيا هي رافقتنا منذ الصغر، ولكن ما معنى أن نكون في العالم، أي نمتلك أيديولوجية؟
هذا هو السؤال المهم الذي يمكن أن نسأله. أنا لا أتفق كثيرا مع إدراك المعرفة وفهمها ووعيها، إننا لا نستلم المعرفة من الخارج ونفككها ونضعها في سياقها المعرفي، هذا يستدعي بأننا متلقون. هايدغر يقول نحن العفو دكتور ممكن الاختصار رجاء لأن عندنا معقدين. نعم أكيد. إن شاء الله. يقول هايدغر نحن لسنا في الأشياء، نحن نمعن للأشياء في هذا العالم لأنها كلها كينونات ونحن الوجود الخاص. وبالتالي الأسئلة التي طرحها جناب الدكتور هي أسئلة مهمة، وهي فتح لأفق جديد من التأويل والممارسة الفكرية بشكل عام. أنا أعتقد أن مثل هذه المحاضرات هي مدعاة أن تكون جلسات حوارية أو مؤتمرات نقاشية نفتح فيها أفق جديد للفهم والتأويل. شكرا لكلية الآداب مرة ثانية، وشكرا لهذه المحاضرة الرائعة للأخ العزيز الدكتور محمد حسين الرفاعي. شكرا جزيلا دكتور عقيل حسين. العفو دكتور محمد، يعني أليس من الأفضل أن نجمع الأسئلة حتى نختصر في الوقت دكتور محمد؟ نعم دكتور، نعم نجمع الأسئلة حتى نختصر الوقت. أنا بخدمة لا يدركنا الوقت إن شاء الله. نعم كل الأصدقاء الله يحفظكم. الآن يتفضل الأستاذ الدكتور رائد جبار كاظم. الأستاذ الدكتور رائد جبار كاظم رئيس تحرير مجلة الفلسفة. السلام عليكم. كلية الآداب. أهلا وسهلا دكتور رائد. دكتور وسام شكرا جزيلا لك على هذه الإدارة الطيبة. أشكر كل وعميدها المتألق دكتور عبد الباقي لإتاحة الفرصة لهذه المحاضرة القيمة للأخوة الحبيب العزيز دكتور محمد الرفاعي الذي نورنا وشرفنا في هذه الأمسية الجميلة والسياحة. أعانك الله على هذه السياحة وعلى هذه الجولة الفكرية في ثنايا الفكر والمعرفة والفلسفة والدين والاجتماع، وكانت هذه السياحة بالتأكيد يعني مضنية لك، ولكنك أنت المختص في هذا المجال، وأعتقد أنه يعني قد مررت على كثير من المفاهيم والمصطلحات والموضوعات التي تدور في الفلك الاجتماعي الإسلامي، إسلامية المعرفة، إسلامية الاقتصاد، إسلامية الثقافة، غيرها من الأمور. أعتقد الدكتور الرفاعي قد سلط ضوء أيضا بعملية نقدية على المنتج الفكري الغربي وعلى المنتج الفكري الإسلامي، وأعتقد أنه يعني من الصعوبة من مكان أن نفصل ما بين الأديولوجي والأبستومولوجي. وأعتقد أن الدكتور الرفاعي قد يتفق معي كما ذهب الدكتور محمد عبد الجابري في محاولته لتفكيك العقل العربي ومحاولة تخليص هذا العقل وبيان الأديولوجي والأبستمولوجي في العقل العربي. العقل العربي كما يعرف الجميع هو مشحون من خلال مخياله بكثير من الأمور الثقافية والمعرفية والدينية، لا يمكن الخلاص من هذه الأمور بسهولة. أعتقد حتى أن المفكر الكبير سيد محمد باقر صدر لم يتخلص من الأديولوجيا، وليست ربما في بمكان أن يكون الإنسان أديولوجي، ولكن لا يكون مؤدلج. يعني هو يعني ليس عيبا على فيلسوف أو مفكر أن ينادي بأديولوجيا معينة. أعتقد كل الفلاسفة هم لديهم أديولوجيا، ولكن أن يؤدلج المفكر تلك هي المأساة والمشكلة. أن يدعو لتكون الحقيقة معه فقط، وأن يكون هو ينتمي إلى الفرقة الناجية وأنه هو المفكر الناجي والحقيقة معه. أعتقد أنه السيد محمد باقر الصدر في فكره أيضا قد وقع في الفخ الأديولوجي، ولكن أعتقد الشيء المبرر له أنه أراد تخليص المجتمع والفرد العربي من حالة الاغتراب والوقوع
في 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 الاغتراب والبحوث الجاهزة، أعتقد ما توصل له سيد محمد باقر الصدر والمفكرين الإسلاميين الآخرين سواء كان محمد أبو القاسم حاج حمد أو آخرين، هي محاولة ناضجة للإجابة عن السؤال النهضوي القديم الذي ابتدأ مع جمال الدين الأفغاني والطهطاوي وعبده، لماذا تأخر لماذا تقدم الغرب وتأخر العرب والمسلمين. أعتقد يعني هي كما قال دكتور رائد ما بين الغرب والشرق الإسلام والمسيح، محاضرة قيمة وطيبة. أنا أرى الدكتور الرفاعي الكثير من الأفكار في هذه المحاضرة. شكرا جزيلا دكتور الرفاعي، ونتمنى اللقاء بك في أمسيات أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور وسام. شكرا جزيلا دكتور رائد. الآن يتفضل الأستاذ حسين عمران. الأستاذ حسين عمران، الأستاذ حسين عمران تفضل. طيب الآن يتفضل الدكتور صباح حمودي. الدكتور صباح حمودي، دكتور صباح. نعم نعم، أهلا وسهلا. دكتور صباح حمودي. نعم دكتور. نعم، السلام عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة كل الشكر والتقدير للدكتور محمد الرفاعي على هذه المحاضرة القيمة، والحقيقة محاضرة علمية فكرية طرحت الكثير من الإشكاليات. كلامي واضح دكتور؟ صوتي العفو. واضح واضح دكتور. دكتور سامة الله يخليك، طرحت الكثير من الإشكاليات الحقيقة، وخاصة في الجانب المعرفي. الحقيقة أنا الحقيقة ليس بسؤال بقدر ما هو مداخلة، وربما تضيف نوعا ما للمسألة الفكرية. ما طرح الدكتور محمد بخصوص ديكارت من خلال انطلاقه من العقل البشري، يعني من الذات، وهذا صحيح ولا لبس عليه، لكن الحقيقة هو وصل بالنهاية بأنه أخذ يشكك بهذا العقل الحقيقة في الوصول إلى المعرفة، وهذا من خلال ملاحظتنا أنه من خلال استدلالات العقل حقيقة عنده تختلف من شخص إلى آخر، حتى في أبسط المسائل سواء كانت حسابية أو هندسية. وهذا الاختلاف الحقيقة ناشئ من نقطتين أساسية حسب علمي، أولا ناشئ من الذاكرة التي تخوننا، والثانية ناشئ من غفلة العقل بحيث يستسلم بالنهاية إلى الخطأ، ولهذا أخذ يبحث عن مبدأ يقيني شبيه بالعلم الرياضي بحيث لا يكون فيه موضع شك. هذا الحقيقة وجدنا عكس ما ذهب إليه مثلا لوك الذي أخذ يركز على الحقيقة من جانب آخر من خلال الموضوع تجربة، بمعنى أن التجربة عنده أخذ تنتقل من الخاص إلى العام، أي من الجزئي إلى الكلي، وهذا يعني بالنهاية أنه لا يؤمن بوجود قوانين كلية مسبقة، بمعنى أن كل حقيقة قبل التجربة لابد أن تكون خاضعة للتجربة في سبيل الوصول إلى الحقيقة الحق. هذا بمعنى آخر بأن لوك هنا نقدر نقول يعتمد على الطريقة الاستقرائية، على اعتبار أن هاي الطريقة طريقة هو الصعود من الجزئي إلى الكلي، ولهذا نلاحظ بأنه من هو مع كثير من الفلاسفة الحسيين أخذوا يرفضون الاستدلال القياسي. وشكرا جزيلا وممتن للدكتور محمد الرفاعي على هذه المحاضرة الفكرية، وبارك الله به. شكرا دكتور صباح. الآن يتفضل الأستاذ الدكتور عبد الله البشير، وهو المفكر المعروف من السودان. عفوا الدكتور عبد الله البشير. مرحب من السودان. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. شكرا سعادة رئيس الجلسة،
وشكر والتحية، الشكر والتحية لأسرة الجامعة المستنصرية ولأسرة كلية الآداب وقائدة الدكتور عبد الباقي بدر الذين ظلوا دوما في جامعة المستنصرية يتيحوا لنا فرصة تجسير التواصل والحوار العلمي والعقلاني حول الأسئلة المركزية والقضايا التي تخاطب الراهن وتشغل العقول فتجسر التواصل بين العقول. فالتحية للجامعة المستنصرية والتحية للأساتذة فيها. الشكر الجزيل للبروفيسور محمد حسين الرفاعي على هذه المحاضرة القيمة حقيقة ومحفزة على التأمل، أثار الكثير جدا كما أشار للتساؤلات، وفي الحقيقة جعلنا أنا كنت مندمج ومنسجم معه بصورة كبيرة، حتى وإنه حينما يعني انتهت المحاضرة كنت أتمنى أن يعطى المزيد من الوقت لهذه المحاضرة القيمة والأسئلة التي تخاطب الراهن. ولكن لي بعض ما يثير تلاقح الرؤى وتزاوج الأفكار وتصاهل العقول، لأنه هذا مطلوب مؤكد. الأستاذ محمد حسين الرفاعي سيسعد كثيرا حينما تأتي بعض الملاحظات التي تعين وتضيف. أولى الملاحظات ما ختم به، ما كنت أود له أن يقول هناك محاولة فكرية إسلامية واحدة فقط أخذت على عاتقها إعادة العلم للعلم، وأخذت أيضا على عاتقها التمييز بين العلم والمذهب، وأيضا قالت بالفجب الفصل بين المعرفة العلمية والدين. وإشارته للشيخ الفاضل المفكر محمد باقر الصدر هو موضع تقدير واحتفاء عندي، ولكن ما كنت أود له أن يقول بهذا الحزم توجد محاولة فكرية إسلامية واحدة. وددت لو قال حسب علمي أو حسب ما يعلم. وفي هذا أريد أن أشير له لمفكر سوداني وإنساني، هو المفكر محمود محمد طه الذي أعدم في 18 يناير 1985، وهو مفكر له أطروحات كبيرة وله مشروع فكري قوامه 34 كتاب ونحو 300 كتاب لتلاميذه والعديد من المحاضرات والجلسات التربوية. وحقيقة مشروع الأستاذ محمود محمد طه يكاد ناقش كل ما طرحه الأستاذ محمد حسين الرفاعي بل بشكل أعمق وأكبر. مثلا يعني أشار محمد حسين الرفاعي، وأنا النقاط اللي حاسيرة كلها مستند فيها ومنطلق فيها من فكر الأستاذ محمود محمد طه، ولهذا لأنه مشروعه هو يمثل مشروع بحثي مفتوح ومستمر عندي، ونشرت في سبيله حوالي 4 أو 5 كتب والعديد من الأوراق العلمية والمقالات. على سبيل المثال أشرت وفي إشارتك لمحمد أبو القاسم حاج حمد صاحب العالمية الإسلامية الثانية جدلية الغيب والإنسان والطبيعة، وهو مفكر سوداني، ولكن درست أنا محمد أبو القاسم ضمن كتاب عن الأستاذ محمود محمد طه والمثقفون، وخصصت فصلي عن محمد أبو القاسم. في واقع الأمر وطروحة محمد أبو القاسم كما أشار عدد من المفكرين درسوها عبارة عن إعادة إنتاج لي الرسالة الثانية من الإسلام التي طرحها الأستاذ محمود محمد طه. ألفت الانتباه لهذا وأشير لمن قال بذلك. اثنين من الباحثين في المغرب محمد العاني ومصطفى بوكران قدما دراسة أو قراءة لكتاب العالمية الإسلامية الثانية. كذلك الدكتور إبراهيم محمد زين تحدث عن أن العالمية الإسلامية الثانية أخذت من الرسالة الثانية من الإسلام ولم تعطي محمود محمد طه ميزة الذكر. كذلك شعراوي وعدد من الأساس هذا أنا أشير إليه لألفت الانتباه. كذلك محمد حسين الرفاعي أشار بأن المعرفة بوصفها خلقا خارج حقل الدين، أجد نفسي لا أتفق معه في ذلك، وأيضا أتفق مع المتحدث السابق الذي أيضا لا يتفق مع محمد حسين الرفاعي عن موضوع إدراك المعرفة وفهم المعرفة والوعي ووعي المعرفة. والمعرفة بوصفها
خلقا خارج حقل الدين. أنا بشير اللي وهو تحدث كثيرا عن هذا بدون ما أقدر أفصل عشان الوقت، لكن نحن أمام تحدي وهو مصدر المعرفة. مثلا أنا أشرت للأستاذ محمود محمد طه، حتى أستاذ محمد حسين رفاعي سأضعك في تحدي أمام مشروعه وأرجو أنك تنتبه إليه. يقول يتحدث عن مشروعه، يقول مشروعه أو ما أتى به ليس اجتهادا فيما فيه نص وليس اجتهادا فيما ليس فيه نص، فالاجتهاد نحت، وإنما هو علم مفاض من الله. نحن أمام مصدر جديد للمعرفة، هو مش جديد، قديم، لكن معرفة مصدر ليس معترف به أو متاح، أو على الأقل في الغرب له وجود. وأنا ألاحظ الأرضية المنطلق منها أنت هي الأرضية التي ينطلق منها العالم الآن، وهو العلم التجريبي الروحي، العلم التجريبي المادي، وإبعاد العلم التجريبي الروحي عن حقل الدراسة والعلم. حتى أنك السيرورة التي تحدثت عنها كأنك تتحدث عن سيرورة العلم التجريبي المادي، وفي هذا تساؤل أنا أفتكر أنه يحتاج منك إعادة نظر. كذلك أنت تحدثت وبتفصيل كثير، تحدثت عن إسلامية الموقف من الغرب هم ونحن وفهمهم وفهمنا والهيمنة وما إلى ذلك. أنا أريد أن أعيد رسم هذه اللوحة، بدلا من هم ونحن أن نقول أن الأديم أو الأرضية أو الأديم الذي غامد عليه منشأ العلوم في الغرب وهو العلم التجريبي المادي، المنشأ لكل المدارس الفكرية. الآن نحن في اختلاف مع هذا المنشأ، نحن نقول أنه المنشأ المطلوب أن يكون العلم التجريبي الروحي متحدا مع العلم التجريبي المادي نسبة لوحدة الوجود. أكتفي بذلك وأشكر رئيس الجلسة حتى لا أخذ الزمن الآخرين. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور عبد الله البشير، ويسعدنا حضوره ومشاركته. الآن تتفضل الأستاذة منى زعرور. الأستاذة منى زعرور، مساء الخير. بداية بدي أتشكر دكتور محمد حسين الرفاعي على هيدا المحاضرة القيمة وعلى الأفكار الفلسفية المعمقة وعلى كمان القدرة الخطابية الهائلة ما شاء الله. في عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول هو بموضوع اللي حكي فيه عن هلأ حالياً، يعني كيف نواقع العرب بالمعرفة على صعيد عالمي. إذا بدنا نأخذ على الصعيد التقني والاقتصادي، أصبح العرب أو الإسلام والعرب هم خارج حالياً المعرفة التقنية والاقتصادية على صعيد عالمي. وعلى صعيد التراث نجد أن التراث قاصر، يعني بعدنا ضمن فرضية استعادة تاريخية اللي بتضلها تقول هذه بضاعتنا ردت إلينا، وهذا عم بحاولوا دائما الإسلاميين أو الإسلامويين يستخدموها. فأمام هذه التحديات حتى لو سقطت التجربة اللي هي أيديولوجية الإسلامية، بيكون عنا تحدي أنه يكون الخطاب العربي مع إمكانية حالياً الفضاء المتاح للكل أنه يعبروا عن وجهات نظرهم كل الثقافات، بيكون التحدي أنه العرب كيف ممكن يثبتوا وجودهم أو الإسلام على صعيد المعرفة العالمية. فهون بينشأ السؤال، إذا كان بدهم يفرضوا وجودهم، هل هناك شيء يعني يعول عليه من خلال يعني من خلال التراث لفرض مثلا نظريات أخلاقية، نظريات أشياء هي منشأة إسلامية؟ أو أنه إذا بدنا نضلنا على موضوع أنه استحضار فكرة الهوية أصلاً بتكون هن عم يعني يخلوا حالهم يطلعوا أصلاً يعني خارج الفضاء العالم المعرفي حالياً ويمعنوا بهذا الشيء، والإسلاميين عم بيحاولوا هذا الموضوع. فهون السؤال، ما هو الذي يعول عليه؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، حكيت حدث الدكتور رفاعي عن موضوع المعرفة اللي هي دائما متجددة، اللي هي دائما تتغير عبر الوقت وحسب السياق وحسب الفضاء. السؤال إذا بدي أخده من وجهة نظر باحثة في علوم الإعلام والاتصال، في علوم الإعلام والاتصال لما نتناول أي فكرة منقول أنه الفكر هو في فكر مثل جوهر الفكرة هو المفروض تقدم،
والمعرفة التفسيرية هي بتكون معرفة أيديولوجية أو غير موضوعية إذا ألحقت بالفكرة. فهل من خلال العلم الإبستمولوجيا هناك جوهر للفكرة ثابتة وهيدا تعتبر عين الحقيقة بعيداً عن أي أيديولوجيا؟ السؤال الثالث، حكى الأستاذ كمال رفاعي عن موضوع السيد محمد باقر الصدر. دكتور رفاعي، بالنسبة للسيد محمد باقر الصدر، حتى لو كنا بدنا نعتبر أنه بعيداً عن الموقف الأيديولوجي أنه هو ما عنده أيديولوجيا، إذا بدنا نعتبر ما عنده أيديولوجيا، ما بتعتبر أنه تجربته حتى النظرية أسقطت على يعني حالياً عبر العولمة والانفتاح العالمي؟ لأنه إذا أنت قلت عم يدعى لإنتاج واقع اجتماعي إسلامي لتحقيق نظريته، فما هو الواقع الذي يطالب بإنتاجه، وهل قادر فعلاً حالياً على إنتاج هذا الواقع حتى لو كان هو موجود؟ وشكراً. شكراً جزيلاً. الآن ندعو الدكتور محمد الرفاعي، محمد حسين الرفاعي، للإجابة عن أسئلتكم. تفضل دكتور. أنا أشكر طبعاً كل المداخلات حقيقة، وأنا كثير مسرور و مبتهج لهذا النوع من الاختلاف. يعني أنا يعني انطلق أساساً من الاختلاف، وحقيقة حينما يمارس هذا الاختلاف بهذه الطريقة بالنسبة لي يكون لدي فرحة معرفية أنه نحن نختلف. هذا هو أول المعرفة المتجددة والمعرفة التي يجب أن تتجدد وتتحدث. دكتور عقيل حسين أول المداخلين كان حبيبي وصديقي ورفيق الهم المعرفي. سوف لا أتوقف كثيراً عند إضافة دكتور عقيل المهمة جداً والعميقة جداً، لأنه حقيقة هذه إضافة معرفية جادة على هذه المحاضرة، وأنا سوف أخذها بعين الاعتبار بشكل جدي يعني. لكن ما قيل أو ما انطلق منه دكتور عقيل هو في الحقيقة ينتمي إلى مدرسة الفينومينولوجيا طبعاً التي قامت بأعمال بواسطة أعمال هوسير، ميرلو بونتي، مارتين هايدغر، وصولاً إلى تجسدها في السوسيولوجيا بواسطة ألفرد شوتس. هذا الكلام كله أعتبره إضافة، وأنا أشكر دكتور عقيل الزميل والرفيق الصديق الأخ على هذه الإضافة، لكن سوف أتوقف عند تساؤله أو ما اختلفنا فيه، وإن شاء الله نبقى مختلفين، أنا ما أريد أن نتفق حقيقة. عن ثلاثية الإدراك، الفهم، الوعي، إدراك المعرفة، فهم المعرفة، وعي المعرفة. وكأنه فهمت أو فهم كلامي على أنني أو بأنني أشير إلى أننا في موقع التلقي أو في موقع أنه تأتي إلينا دائما المعرفة ونحن لا شيء. أنا لا أشير لذلك، أنا أفكك إشكالية هي مارس ذلك وهي تمارس ذلك. أنا أقول كل النظريات والمفاهيم التي انطلق منها دكتور عقيل النحن، هذه النحن التي تكلم عنها، إشكالية إسلامية المعرفة هي في الحقيقة أخرجتنا من هذه النحن العالمية، وهي في الحقيقة كانت دائماً ولحد الآن هي دائماً تريد أن تضعنا في فصل وانفصال عن العالمية أو هذه النحن العالمية. أنا أعي تماماً أنه لدينا إمكانات، لدينا قدرات هائلة، ولدينا مفكرين وعلماء وذوات علمية وفلسفية حقيقية مارست الكثير في التجديد وفي التحديث وفي التنوير، وأضافت كثيراً لمجتمعاتنا. لديها نظريات مهمة جداً في الاقتصاد، في الثقافة، في السياسة، في بناء الدولة وإلى آخره. هذه الثلاثية أنا حقيقة وضعتها من أجل كيفية تلقينا لهذه المعرفة، ولم أقل أنها ثلاثية تضعنا في موقع المتلقي على الإطلاق. أنا لا أقول ذلك، أنا أقول العكس تماماً. يمكن أطرح احتمال، أطرح إمكان أنه يمكن أن تكون هذه الثلاثية تساعدنا في فهم هذه المعرفة، وبالتالي أن نكون نحن أيضا
منتجين لهذه المعرفة، صانعين لهذه المعرفة، بنائين لهذه المعرفة. ومرة أخرى أنا أشكر دكتور عقيل حقيقة على إضافته العميقة جدا. دكتور رائد جبار كاظم صديقي العزيز وزميلنا وحبيبنا، محمد باقر الصدر هذا المفكر الفذ والعميق حقيقة على أقل تقدير في العراق، هذا الرجل له مواقع معرفية، يعني هو رجل دين وهو في نفس الوقت فيلسوف وهو في نفس الوقت عالم في المجتمع والإنسان أو في موضوعات المجتمع والإنسان الحديث. يعني هو الرجل لديه إحاطة حقيقية من جهة بما يتعلق بالمعرفة الدينية اللي هو مو اختصاص، أنا لست رجل دين حقيقة، الرجل هذا رجل دين في الموقع الأول، هو إبستيمولوج فيلسوف في الموقع الثاني، وهو عالم بموضوعات المجتمع والإنسان. أنا لم أقول أن محمد باقر الصدر مفكر أيديولوجي أو هو ليس مفكراً أيديولوجي، أنا أقول أن كل المفكرين من ضمنهم أنا أول واحد، كلنا يقع المكون الأيديولوجي في صلب عمليات إنتاجي معرفتنا مهما كانت هذه المعرفة، معرفة علمية، معرفة غير علمية، معرفة فكرية، ثقافية، اقتصادية إلى آخره. إذن محمد باقر الصدر المكون الأيديولوجي داخل في إنتاجه المعرفة، بالتأكيد داخل، كما أنه داخل في إنتاج كل المفكرين لمعارفهم. ثانيا توجد إضافة حقيقية ومهمة عند دكتور رائد، وهي أنه كان هذا العمل هو بمثابة محاولة للإجابة عن تساؤل النهضة. إثارة هذا التساؤل من قبل دكتور رائد حقيقة مسألة في غاية الأهمية، وهذا يضعني ويضع جيلي أمام تحدي حقيقي، وهو هل ثم إمكانية لإعادة بناء تساؤل النهضة؟ هل يمكن مثلا، أنا انطلقت بمشروعي استنهاض تساؤل العلم بالمجتمع والإنسان، هل يمكن إعادة بناء تساؤل النهضة فيما يتعلق بالمجتمع والإنسان بكل موضوعات بنية الثقافة، بكل موضوعات بنية الاقتصاد، بكل موضوعات بنية السياسة؟ نعم ممكن، نعم هذا ممكن، لكنه هذا عمل مؤسسي، يعني هذا ليس عمل افترضوا مفكر واحد أو عالم واحد كان محمد عبد الجابري أو محمد أركون أو جورج طرابيشي أو أستاذنا صالح عبد الجبار أو أستاذنا عبد الجبار الرفاعي، لا، هذا عمل مؤسسي. معنى ذلك يجب أن تتوفر إمكانات لبناء مؤسسة علم ومؤسسة فلسفة حتى نستطيع أن نطلع بهذا التساؤل. وأنا مرة أخرى أشكر حبيبنا بكل محبة وتقدير واحترام حقيقي دكتور رائد جبار كاظم. دكتور محمد، العفو دكتور محمد عذرا، ممكن الإيجاز في الأجوبة لأن سريعا أستاذ نعم. حسين عمران، مع الأسف أنا تحيتي لك، مع الأسف لم يصلني سؤالك، يبدو كان عندك مشكلة بالصوت. دكتور صباح حمودي أنا أشكرك، شكرا جزيلا لك بكل تقدير ومحبة واحترام، أضفت إضافة مهمة جدا لهذا البحث، وهي على صعيد مبدأ اليقين أو مبدأ يقيني للمعرفة عند ديكارت عند جون لوك والمدرسة الأمبيريقية أو الأمبيريسيزم. وأنا أشكرك على هذه الإضافة، المفكر حبيبنا وصديقنا من البعيد البعيد دكتور عبدالله البشير. أنا لم أقول أن محمد باقر الصدر محاولة فكرية واحدة فقط عند الجميع المفكر، أنا أقول محمد باقر الصدر هو محاولة فكرية واحدة فقط عندي، يعني ذلك أنه هذا حسب علمي وحسب معرفتي وحسب قراءتي. بكرة حضرتك تجي تضيف لي أكون أنا ممنونك. فيما يتعلق بثنائية علم العلم التجريبي المادي والعلم التجريبي الروحي، يا ريت نستطيع أن نصل إلى فعلا هذا النوع من التوفيق، لكنه ضمن إشكالية إسلامية معرفة هذا لم يكن متاحا إلى الآن. فيما يتعلق بمحمود محمد طه بالتأكيد سوف يكون لوقفة عنده، وتوقفت عنده ويطرح الدكتوراه، ليس يوجد الكثير من الوقت حتى نتكلم. الأستاذة العزيزة منى زعرور الصديقة الجميلة لديها ثلاث تساؤلات سريعة، وأنا سوف أجيب عنها بشكل سريع. هل هناك شيء يمكن
أن تقدم معرفة عالمية انطلاقا من التراث، أو هل يمكننا أن نقدم شيء عالمي انطلاقا من التراث؟ وما الذي يعول على عليه في التراث؟ يوجد الكثير الذي يمكن التعويل عليه في التراث، لكنه هذا يجب أن يكون ضمن أبحاث ودراسات فلسفية وعلمية حقيقية، وليست أبحاث ودراسات فلسفية وعلمية خاضعة لثمة سلطة. ما التساؤل الثاني كان عن المعرفة المتجددة عندنا عند الأستاذة منى، عفواً، هل هناك جوهر للفكرة العلمية؟ ما هي الفكرة العلمية؟ هي دائماً لها مصادر متعددة، هي دائماً في طور من بناء وإعادة البناء. لا يوجد شيء اسمه ما هي في المعنى الأرسطي للكلمة. نحن لدينا منطق جديد، ثورة منطقية جديدة بعد الأنوار والتنوير، عفواً. محمد باقر الصدر، هل يريد إنتاج واقع إسلامي؟ بالتأكيد لا. محمد باقر الصدر كان يقول بالتأكيد لا بأي معنى؟ بمعنى أنه محمد باقر الصدر يقول أنه إذا تريد أن تنشئ علم اقتصاد إسلامي يجب أن يكون لديك واقع مجتمعي إسلامي بكليته. لمجرد عدم وجود هذا الواقع الإسلامي العربي الكلي بكليته إسلامياً، بالتالي لا يوجد علم اقتصاد إسلامي، يوجد مذهب إسلامي في علم الاقتصاد، وهذا يتوافق مع كلام الحداثة والتنمية. شكرا جزيلا للجميع، أنا استمتعت كثيرا بوجودي معكم، وحقيقة أضفت لي الكثير الكثير الكثير. شكرا، شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور محمد حسين الرفاعي، وقد كانت محاضرته محاضرة فكرية معرفية ثقافية مميزة. وفي الختام ليس لنا إلا أن نختمها بالمسك، وهو تقديم السيد عميد كلية الآداب في جامعة المستنصرية الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم الشهادة التقديرية للمفكر الأستاذ الدكتور محمد حسين الرفاعي، فليتفضل. تفضل دكتور. شكرا دكتور وسام، وشكرا من القلب للدكتور محمد على هذا الجمال وعلى هذه المعرفة وعلى هذه الرؤية العميقة وعلى هذا الحضور النخبوي الكبير على مدى ساعتين من المعرفة والثقافة والحضور، لم يتغير وتجاوز 100 شخصية مفكرة من كل جامعات الوطن العربي ومن كل الجامعات العراقية وجامعة المستنصرية، وهذا إن دل على شيء يدل على أهمية هذه المحاضرة وأهمية ما قدمه الدكتور محمد حقيقة من معلومات عميقة ودقيقة وجميلة جدا لم نشعر بالوقت معها. نتشرف في عمادة كلية الآداب الجامعة المستنصرية بتقديم هذه الشهادة التقديرية الممزوجة بمحبتنا واحترامنا وتقديرنا الكبير للدكتور محمد، على أمل أن نلتقي به في محاضرات علمية ثقافية قادمة. نتمنى له المزيد من الإبداع، المزيد من التقدم، المزيد من النشاط والحركة العلمية خدمة للمعرفة، خدمة للثقافة. شكرا لكل الزملاء والأخوة الأعزاء من الجامعات العربية، من المغرب، من الجزائر، من لبنان، من السودان، من الخليج، من كل الدول، من كل الأشقاء. شكرا لكل الأحبة من الجامعات العراقية، من جامعات الإقليم، من أساتذة الجامعة المستنصرية. نعدكم في الجامعة المستنصرية في كلية الآداب أن تبقى هذه المنصة ترفدكم بأجمل ما يكون من الشخصيات المعرفية والثقافية والعلمية، ونبقى في خدمة المعرفة والثقافة خدمة لكم وخدمة لكلية الآداب في الجامعة المستنصرية. تقبلوا وافر محبتي وعظيم تقديري وسعادتي بحضوركم ومشاركتكم، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الدكتور محمد حسين رفعي، لديك كلمة؟ أنا ليس لدي أي شيء، سواء أشكر حقيقة الشرف لي أن أحضر معكم على هذه المنصة العالمية والدولية المهمة للغاية. أنا أشكر الرئيس العميد دكتور عارف، دكتور وسام حضرتك، وأنا حقيقة أخجل من كل هذه المحبة وكل هذا التقدير، ولا أعرف كيف أرد هذا الجميل. فقط أريد أن أقول أنه أشكر الجميع
أشكر الكل على يعني صبره وعلى وقته للإصغاء لهذه المحاضرة. أتمنى أن تكون كانت تضيف شيء أو تثير تساؤلا جديدا عند كل الأصدقاء، عند البعض منهم. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى، كل المحبة، كل التقدير وكل الاحترام لكم فردا فردا. شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور محمد حسين الرفاعي المفكر العراقي العربي. شكرا جزيلا للسيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم عميد كلية الآداب. شكرا جزيلا للحضور جميعا. شكرا جزيلا للضيوف من جمهورية لبنان الحبيبة. شكرا جزيلا للجميع. نأمل أن نلتقي وإياكم في محاضرة ثقافية أخرى ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.